وحسبك بالله حاكما وبمحمد صلى الله عليه وآله خطيما وبجبرائيل ظهيرا. وسيعلم من سول لك وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين. بئس للظالمين بدلا وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. ولقد علمنا من هو الذي سول له. تقول وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين. من هو الذي سول له ومكنه من رقاب المسلمين؟ علمنا أن من سول له ونصبه حاكما ومكنه من رقاب المسلمين هو الاستعمار الذي كان متمثلا يومئذ بالدولة القيصرية البيزنطية الرومانية